السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بعد ما عملنا الأعمدة والكمرات نقدر نعمل اتاتشمنت للأعمدة بحيث إنها تكمل مع الكمرات، ولو الكمرات دي طلعت أو نزلت تطلع تنزل معاها. فأنا هعمل سيلكت وأقول له اتاتش. اكتب هنا مديني إن أنا مظبط الارتفاع من خلال الأرقام، تمام؟ يعني ممكن أخلي دي مثلا -7، تمام؟ فالعمود يقصر شوية، فلما أقول له اتاتش هو مرتبط بالعمود مش مرتبط بالرقم الموجود هنا. فأقول له اتاتش للتوب. طيب أنت عايز بقى تقطع إيه؟ ممكن أقول له قط كولوم، يعني او كولوم هو اللي تقطع. الماكسيموم ولا المينيموم، عايز في حدود قد ايه الاوفست، تمام؟ بعد كده هعمل سيلكت على الكاميرا فهو هيكمل معايا لحد كده، تمام؟ ممكن اقول له كنترول زد واختار ان انا اقول له اتاش، تمام؟ واقول له عايز مثلا اتاش بس ايه 500 مثلا، تمام؟ بختار الكاميرا اهيت، فهيطلع فوقيها ب 500، تمام؟ طيب هو كنترول زد. خلي بالك كنترول زد ما بيغيرش في زاويه الفيو اللي انا شغال عليها، هو بيهتم بالشغل اكتر. رغم ان انا غيرت الفيو، لا بيغير بس موضوع الزاويه. طيب عملت سيلكت هنا وقلت له اتاش، طبعا التوب هتعمل قط التارجت اللي دوت على سبيل المثال، وهتقول له تشوف مثلا انترسكت، تمام؟ واعلم اهوت. لما دخل جواه عمل قطع للكاميرا ديت، تمام؟ اعتقد ممكن لو واير فريم نشوفه افضل. لاحظت القطع اللي حصل؟ ممكن تختار لا القطع يبقى للعمود نفسه. كنترول زد اقول له اهوت، اقول له التارجت بتاعي ان انا يبقى القطع فين؟ في الكولوم نفسه، تمام؟ ممكن تخلي الاوفست ده بالسالب. فدي كلها اختيارات تقدر تختارها وانت شغال.